ماذا تظن بالله وأن تدعوه في جنح الظلام يا رب؟ ضاقت علي الدنيا بما رحبت يا رب، طافت بي الأسقام والآلام يا رب يا رب يا رب. فيسمع الله أنينك، ويسمع الله شكواك، ويعلم الله معاناتك، فتنطرح بين يديه وتسمعه صوتك، فإذا بالله من فوق سبع سماوات يقول: لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي. لا لليأس، والله قد تتغير أحوالك وتنقلب حياتك رأسا على عقب، ويأتيك اليسر والفرج من طريق بعيد بعيد لم يخطر على بالك، بسبب أنك التجأت إلى الله وأحسنت الظن به. أليس الله جل جلاله يقول: قل الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ما في شيء مستحيل على الله. من جاءك يحدثك عن المستحيل ذكره وحدثه بقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير.